ما تكون رئيسي كان تكون تحب الشعب بيان سور، وتكون من الشعب وتحس بالشعب تصنف لما فهمتني، وتكون عندك فكرة كبيرة عن العلاقات الدولية بصفة عامة والخارجية، جو فيدير خارجية خاصة مع وتحاول تخدم على الاقتصاد التونسي، مش تحاول تقوي الاقتصاد التونسي، اقتصاد ضعيف تاع البلاد حاليا. ونتمنى رئيس معناها اللي باش يجي ان شاء الله بروشينمون، ان شاء الله يكون فريمون مش شعب ويحب الشعب تكور فهمتني، ويحاول يتفهم الوضعيه نتاع المواطنين التوانسه، ويحس بالمواطنين التوانسه.